بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي إخواني أسبوع جديد، أسبوع وايد مهم، ويعتبر آخر أسبوع لشهر أغسطس. وطبعا مثل ما شفتوا أن الأسبوع اللي فات كان جدا سلبي للذهب، طبعا أسباب كثيرة وراح نتكلم عنها. تم ضغط أسعار الذهب الأسبوع هذا اللي فات، والسبب كانت قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، زائد قوة تصاريح الفيدراليين في الاجتماعات اللي فاتت، ومنهم طبعا جيمس بولارد والأهم ماري دالي وغيرها من الفيدراليين. طبعا كانت لهجتها قوية، وكانت لهجة أيضا جيمس بولارد قوية، لأن كانت البيانات معاهم ولصفهم. ولكن إلى أين ومتى تنتهي هذه السلبية للذهب يا فاطمة؟ ركزوا معي شوية، نركز على كلام الفيدرالي الفترة اللي فاتت، وكلامه كان جدا مهم تمام، وكان في لهجة قوية. ليش؟ لأن مثل ما قلت لكم أنه في قوة للبيانات الاقتصادية اللي فاتت. لو ترجعون للرسوم الاقتصادية وتشوفونها، راح تشوفون أن كل البيانات كانت إيجابية لصالح الدولار الأمريكي وكان جدا قوي. كنا ناطرين بيانات أخرى ممكن تعكس هذه الأمور، ولكن للأسف كان عندنا بيان واحد فقط هو اللي كان سلبي، والبقية كانت إيجابية. لذلك إحنا ما قدرنا نفكر أن نوقف ونغير قراراتنا، لأن إحنا معلقين في صفقات شرائية، ولازم نتكلم عن هذا الشيء. رغم أن إحنا دخلنا أرباح ولله الحمد في صفقات النفط والذهب سكالبينج، ولكن في صفقات يعني علقنا فيها بسبب تصاريح كانت مفاجئة لنا جميعا تمام. التصاريح هي اللي خلت الذهب ينزل لهذه المستويات، وفنيا أكيد في عندنا مناطق راح نتكلم عنها ممكن أنها تنقذ جميع المشترين اللي دخلوا فيه صفقات شرائية. أيضا راح تعطينا نظرة جدا قوية للذهب، هل هم ممكن راح يصعد من هذه المناطق، هل ممكن هناك تكون مناطق طلب، نركز على هذا الشيء. ولكن الحين حاليا نتكلم أساسيا كلام الفيدرالي كله كان محورة، يعني خلنا نختصر أنه هو يبي يضغط على التضخم. حلو الكلام، هدفه الضغط على التضخم، لأن كل ما ارتفع التضخم ارتفع الذهب، كل ما ارتفع التضخم ارتفع الذهب. حلو الكلام. ولكن إذا رفع الفائدة، إذا رفع الفائدة وكانت البيانات الاقتصادية معه، شنو يعني بيانات اقتصادية فاطمة؟ بيانات اقتصادية يعني مؤشر توظيف، مؤشر تضخم، فاهمين علي؟ يعني اللي هي الرزنامة الاقتصادية، إذا كانت كلها لصالح الدولار فمعناته أن هي هذه بيانات مع الفيدرالي الأمريكي ومع رفع الفائدة، وما راح يصير في تباطؤ في النمو أو ركود اللي هم خايفين منه حاليا. وايد يتكلمون عنه وأنه خلاص قريب هالسنة راح ندخل في ركود جدا قوي بسبب التضخم، بسبب أنه والله الفيدرالي الأمريكي بيوصل لهدفه. شنو هدفه؟ هدفه انه يوصل 2%. انتوا عارفين شنو يعني 2%؟ يعني معلش خلينا نشوف مع بعض التضخم. التضخم يعني حاليا 8.5 يعني، وكان 9.1، هو قريب للعشرة، فانت قاعد تتكلم عن 2، هذا الشيء وايد بعيد. ف 13.9 ان شاء الله راح يكون في مؤشر تضخم، ولكن قبل 13.9 شنو في فاطمة؟ في عندنا طبعا ندوة وايد مهمة تمام، وهذه الندوة يعني الكل ينتظرها، ندوة جاكسون وايد مهمة، جاكسون هول. هذا الأسبوع باختصار عنوان راح نحطه، راح نقول التضخم والركود على طاولة جاكسون هول هذا الأسبوع. هذا عنوان وايد مهم، وايد يتكلمون عنه تمام. هذه الندوة متى بتكون وشنو بيكون فيها، وأنا كمتداول شنو راح استفيد منها؟ ركزوا معي، هذا اجتماع سنوي وبيكون في كل رؤساء البنوك العالمية، أمريكا، كندا، أوروبا، بريطانيا، جميع البنوك ما عدا كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي. ليش فاطمة؟ طبعا اعتذرت، لا نعلم ما هو السبب، هل ممكن ضعف الاقتصاد الأوروبي، ضعف اليورو، بس المهم أنه لازم أنت كرئيس بنك احتياطي، يعني كرئيس بنك مركزي، تكون متواجد في هذا الاجتماع السنوي المهم جدا. طبعا هو كل شهر 9، كل آخر 8 يصير هذا الاجتماع، وأكيد يعني أكثركم اللي متابع الأخبار الفيدرالية والأخبار البنوك وأخبار أسعار الفائدة والأمور هذه والأخبار المالية تعرفون هذه الندوة وهذا الاجتماع السنوي تمام.
بيكون طبعا في يوم الخميس والجمعة الساعة 2 جرينش، يعني تقريبا من الساعة 5 مساء بتوقيت الكويت، تمام. ولكن قبله راح يكون في الساعة 12 جرينش راح يكون كلام الفيدرالي. طبعا هذا الاجتماع وهذه الندوة راح تكون بقيادة جيروم باول الرئيس الاحتياطي الفيدرالي، راح تكلمون أمور كثيرة تهم المستثمرين والسوق. طبعا حزتها راح يكون في سيولة عالية، فننتبه ننتبه ننتبه ننتبه. شوف كم مرة قلتها، يعني معليش خلوا الرزنامة الاقتصادية على صوب. يوم الجمعة والخميس إذا أنت كنت مدخل أرباح أو قفلت صفقات حاول تبتعد، الله يرضى عليك، لأن يوم راح يكون سيولته عالية، فقط لمحترفين السكالبينج، فقط للي أساسا عندهم قناعة بأن هذا الربح يكفيني وخلاص، ما أبي أخذ أرباح أكثر من اللازم. اللي معلق في صفقات ممكن يستفيد في هذا اليوم أنه راح تكون معاه حركة قوية، يا أنه يسكر بخسارة قليلة، يا أنه يسكر بأرباح قليلة، يا أنه ممكن والعكس صحيح يربح أكثر، وممكن لا سامح الله يخسر أكثر. حط في هذا اليومين كل الافتراضيات، حلو الكلام؟ لأن هذا اليوم مثل ما قلت لكم راح تكون في جميع البنوك العالمية، فراح تكون حركة جدا قوية وبقيادة طبعا جيروم باول. جيروم باول راح يتكلم انه لازم انه يتكلم عن التضخم، ولازم يتكلم عن الهدف اللي هو يبيه، الهدف اللي هو يبيه انه يوصل معدل التضخم 2%. ولكن صرح الفيدرالي وقال ان انا رفع الفائدة بيكون ما بين 2.25 و2.50، يعني نقطة اساس. طيب معناته انه هذا رفع الفائدة اللي يعتبر مستوى محايد، والمتوقع أن شهر 9 راح يكون ارتفاع الفائدة 50 نقطة أساس. وهذا الشيء إذا خلاص السوق استوعبه فما راح يعطينا على قولتهم حركة قوية، فاهمين علي؟ السوق شلون يتحرك يا فاطمة؟ يتحرك على الأخبار المفاجئة. الحين 50 نقطة أساس هذا مو مفاجأة، خلاص اتفقوا عليه والسوق خذ هذا التأثير. ولكن تخيلوا هذا الأسبوع بيغيرون رأيهم، تخيلوا إنه في اجتماع جاكسون هول يتغير هذا الكلام، أكيد السوق راح يعطينا تأثير آخر سلبي أو إيجابي، فاهمين علي؟ طبعا مثل ما قلت لكم إن تاريخ 25-26 هذا ندوة وايد مهمة، ولكن قبلها راح يكون في خطاب كشكاري الفيدرالي تاريخ 23. نشوف مع بعض الرزنامة الاقتصادية وشنو الأشياء المهمة اللي لازم نتابعها ونركز عليها هذا الأسبوع. نبتدي بسم الله. طبعا يوم الاثنين ما عندنا شيء، في عندنا يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء راح يكون يوم جدا مهم، تمام. يوم الثلاث راح يكون عندنا مبيعات المنازل، هو الأهم والمهم، لأن راح تكون في حركة قوية الساعة 5 إن شاء الله بتوقيت الكويت. الساعة 5 بتوقيت الكويت راح يكون في عندنا حركة قوية بسبب مبيعات المنازل الجديدة، فركز لي على هذا الخبر، تمام. وأيضا جميع الأخبار حتى لو أنها كانت نجمتين فراح تعطيك الحركة اللحظية. يعني عندك مدير مشتريات الصناعي وايد مهم، حتى لو ما كان مهم بأهمية مبيعات المنازل الجديدة، ولكن يعتبر مؤشر مشتريات صناعي وراح يكون وايد مهم حق متداولين الداو جونز، تمام. عندك المشتريات الخدمية أيضا مهم، المركب، هذول كلهم مهمين، ولكن نقطة جدا مهمة بتكلم عنها، هذا هو الأهم في يوم الثلاثة، هذا هو الأهم كرقم، أتكلم كرقم مبيعات المنازل هو المهم هذا اليوم، يوم الثلاثة، حلو كلام. ندش على يوم الأربعاء فاطمة، شنو عندنا يوم الأربعاء؟ يوم الأربعاء عندنا طلبات السلع المعمرة، طلبات السلع المعمرة الأساسية لشهر يوليو، تمام، هذا وايد مهم. بعدها عندنا طلب مؤشر مبيعات المنازل المعلقة، مهم جدا. بعدها مخزون النفط الأمريكي، تمام، اليوم الأربعاء الساعة 3:30. في عندكم هنا، لا مو 3:30، 4:30 مخزون النفط الأمريكي، 3:30 طلبات السلع المعمرة والسلع المعمرة الأساسية، حلو. ندش على يوم الخميس، شنو عندنا يا فاطمة؟ ركزوا معي على الشيء اللي بقوله الحين حاليا. يوم الخميس انا قلت لكم يوم الخميس ويوم الجمعة حركة قوية، سيولة جدا عالية. شنو السبب يا فاطمة؟ السبب ان الناتج الاجمالي المحلي، الناتج الاجمالي المحلي من اهم المؤشرات الاقتصادية الامريكية، زائد معدلات الشكاوي من البطالة، فانت عندك اثنين مؤشرين، ونفس اليوم عندك ندوة جاكسون هول،
فيوم الخميس ننتبه الله يرضى عليكم، تمام؟ فأكيد في قناة FAVIP راح نبلغكم، راح نقول لكم هل هناك صفقات جماعية، هل هناك ابتعاد للسوق والأفضلية أن نبتعد. طبعا راح يكون في عندنا يعني على قولتهم متابعة شبه يومية، ما راح نقدر نترك السوق في يوم الخميس والجمعة أبدا أبدا أبدا، تمام؟ كأساسيا كإخباريا كفيدراليا لما نتكلم راح يتكلم الفيدرالي حزتها، وراح تكون وايد مهم انك انت تنتبه لهذا اليومين، هذا اليومين بالضبط. فيوم الخميس طبعا الساعة 4 راح يبدأ 4 مساء توقيت الكويت والرياض ندوة جاكسون هول، فتنتبه تنتبه تنتبه، لا تتداول لا تتداول، ركز معي. اذا انت انسان ما تعرف تتداول سكالبينج، ما تعرف اساسا تحط ستوبك وين وادارة محفظتك وين تحطها، ما عندك سياسة لادارة المخاطر، فهذه نصيحة من اختكم الله يرضى عليكم، تبتعدون عن وقت الاخبار. حلو الكلام. عندنا يوم الجمعة، ندخل على يوم الجمعة. يوم الجمعة يعني يوم وايد مهم. يوم الجمعة راح يكون في عندنا ندوة جاكسون، شوفوا الساعة 4 اي تقريبا الساعة 4 مساء نفس الموعد اليوم الخميس، 4 مساء بتوقيت الكويت والرياض، فهو اللي راح يكون وايد مهم. المؤشرات الثانية مهمة ولكن مو مهمة كثر ندوة جاكسون. حلو الكلام. بعدين عندنا ايضا يوم السبت، يعني 3 ايام، يوم الخميس جمعة سبت راح تكون الندوة، يعني هي ندوة هذا الاسبوع، وهي اللي تعطينا الحركة، وهي اللي راح تعطينا قوة الدولار او ضعف الدولار، وايضا قوة الذهب وضعف الذهب اخواني، فننتبه. هذه هي الرزامة الاقتصادية، يا رب انه يوفقنا هذا الاسبوع ونقدر نعطيكم الصورة الواضحة والمتكاملة باذن الله. يعطيكم العافية أخواني. طبعا نبتدي نحلل مع بعض الدولار الأمريكي، ولكن لازم نرجع للماضي، لأن احنا الحين وصلنا لأماكن جدا مرتفعة وجدا مهمة، تمام؟ وهي يعني تعتبر مراكز 2000 وسنة 2000 وأيضا 2002. هل ممكن أن نوصل لقمة 2001؟ شنو 2001؟ شنو صار؟ 2001 وصل الدولار إلى 121، شنو السبب؟ طبعاً كانت هناك يعني رفع للفوائد وقوة اقتصادية أمريكية ومحافظة على الاقتصاد الأمريكي اللي خلى الدولار يصعد بهذه القوة، تمام؟ ولكن حالياً إحنا في على قولتهم في 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 مكان جداً مهم، وهو هذا المكان، شفتوا؟ هذا هو المكان. حلو كلام. شنو المفروض يا فاطمة؟ شنو المفروض يصير عشان ينزل الدولار؟ وشنو المفروض يصير عشان يرتفع الدولار؟ احنا نبي نعرف الارتفاع للدولار وهبوط الدولار فنيا. ركزوا معي اخواني الى 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 مركز مركز 108.783، 108 هذا اللي بالاصفر شفتوا، 108.783. حلو الكلام. اذا تم الثبات فوقه، اذا تم الثبات فوقه، يعني صار في عندي ثبات فوق هذه المنطقة، فراح نشوف صعود ل 110.944، فنحط هذه النقطة في بالنا. حلو الكلام. والعكس صحيح، لو تم الثبات أسفل مستويات النقطة الحمراء لو شايفينها هذه 107.680، نقول ايش راح يصير هني؟ شوفوا ركزوا هني هني هني، خلوكم هني. لما صار الثبات وقف راح على طول ارتفع. حلو الكلام. صار في عندي ارتفاع، تمام؟ لأن هذه النقطة هي المهمة اللي بعدها، اللي هي 112 أيضا نحطها في بالنا، صار الهبوط إلى مستويات كم؟ 105، ومن 105 صار ارتفاع القوي. فنرجع هنا مرة ثانية ونشوف، صار الهبوط القوي إلى مستويات 103، ومن 103 وصل لكم؟ 109.700. بعدها شنو صار؟ نزل. فمعناته إحنا محتاجين ثبات أسفل مستويات كم يا فاطمة بالضبط؟ 107.687. إذا صار هذا الشيء راح تشوفون هذا النزول، لأن شوف الشمعة هذه، هذه الشمعة هذه، هذه هي رسمناها، هذه الشمعة هي اللي سببت الهبوط القوي هذا. فمعناته إحنا محتاجين ثبات أسفل مستويات 107.687 إذا كان الدولار يعني في اتجاه هبوطي. والعكس صحيح، إذا مثلا تم الثبات فوق مستويات
108.783 ايش راح يصير؟ راح تشوفون صعود قوي الى مستويات 112، ومن 112 يصير تصحيح، بعدها صعود اقوى. فهذا هو اللي عقولتهم المستوى التاريخي اللي انا كنت بتكلم عنه سريعا، لان هذا مستوى حاليا احنا واصلين عنده. نرجع ونشوف مع بعض المستوى الحالي في سنة 2022. لو نلاحظ حاليا احنا وين بالضبط، مثل ما قلت لكم احنا حاليا بالضبط 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 عند مستويات ما تعدت 108. شنو يعني 108.783؟ اذا تم الثبات فوقها للاسف راح يصعد على طول من 109 الى 110. حطوا بالكم هذا الشيء، حلو الكلام. طيب وفاطمة، إذا تم الثبات هذا الأسبوع أسفل مستويات 107.687، إيش راح يصير؟ إذا تم الثبات أسفل مستويات 107.687، فهناك هبوط راح يوصل لمستويات اللي تكلمنا عنها ونحن محتاجين إنه يوصل لها عشان نقعد نشتري في الذهب، 104 و103. هذا هو التحليل أو النظرة الأسبوعية الدولار الأمريكي. خلينا نشوف مع بعض النظرة للفريم اليومي. فريم اليومي مثل ما تكلمت قلت لكم في عندنا نموذج بوق، ولكن ما راح نقول إن نموذج بوق 100%، تمام؟ حتى لو كانت هناك ارتكازات ثلاثة، ولكن أنا عندي ارتكازين، فكنت محتاج ارتكاز ثالث، وممكن وفي احتمالية ان يصير في عندي بوش داون من هذه المنطقة. دائما احنا في عندنا شيء اسمه في نموذج البوق، اذا كان هناك بوش، مو طبعا البوش الثاني، هذا المفترض ان اذا كان هذا بوش فراح ينزل على طول ويكسر هذا البوق، ولكن ممكن يكون هذا بوش، ممكن في احتمالية، ممكن الاخبار، ممكن البيانات الاقتصادية تسوي لنا شمعة اسبوعية جديدة تصير بوش، سوري شمعة يومية يعطينا بوش داون تكسر لي مستوى وايد مهم، وهو مستوى 104.630. حط عليه خط 104.630. هذا المستوى وايد مهم، هذا المستوى لازم انه يتم اختراقه وكسره، يتم كسره، لانه اذا تم كسره فراح ندخل في زخم بيعي قوي، والزخم هذا البيعي القوي ممكن يوصلنا لمستويات 101.275، تمام؟ فنحط أيضا هنا خط عند هذه النقطة، لأنه ممكن يرتد منها، ممكن في احتمالية أن يرتد منها، تمام؟ ونخلي لونها أخضر، فارتدادية ممكن، في احتمال، في احتمال إذا تم الثبات أسفل مستويات 104.630 راح نشوف هبوط بهذا الشكل، تمام؟ وهني يا يعني إنها تطلع أخبار سلبية أكثر ويهبط أكثر، يا يعني العكس صحيح، ممكن تطلع أخبار يعني تحاول إن تكون تصحيح لصعود الدولار، فنشوف الدولار يصعد مرة أخرى. هذا نموذج سلبي إذا تم الثبات أسفل مستويات 104، ولكن إحنا حاليا بعيدين عن 104. فاطمة إيش راح نسوي؟ ركزوا معاي على الشيء اللي بنتكلم عنه الآن. الصعود هذا، وما راح أتكلم يعني عن الصعود اللي من مستويات 106، ولكن بتكلم عن الصعود من مستويات 105. حلو، لأن من 105 صار الصعود القوي، وهذه الشمعة اللي بالوسط لا تحتسب أنها يعني ضعيفة، ولكن تحتسب أنها هي استمرار للصعود. حلو الكلام. خلنا نأخذ فيبوناتشي من مستوى 105.160 إلى مستويات الحالية هذه، راح نلاحظ أن لابد أن هناك تصحيح إلى مستويات 106.300، لأن 106.300 إذا تم الثبات أسفلها، 106.270 إذا تم الثبات أسفل هذا المستوى ففي احتمالية للهبوط، تمام؟ زين فاطمة، إذا لم يتم الثبات أسفل هذا المستوى فممكن وفي احتمالية أنه ممكن يكون في عندي مسار بهذا الشكل يوصل لمستوى 107.020، بعدها يصعد، هذا احتمال أولي. احتمال الثاني شنو بعد يا فاطمة؟ ممكن يوصل لمستويات 106.680، بعدها يصعد، وفي عندك بعد احتمال أخير أنه ممكن يوصل لمستويات 106.204 ويصعد. هذه الإيجابيات، الأرقام الإيجابية شنو عندك؟ عندك مثل ما قلت لك مستوى 107
بوينت نقول 107 بالضبط، 107 بالضبط، وبعدها ممكن يصعد إذا كان إذا أغلق بشمعة إيجابية يومية، تمام، إيجابية يومية، تمام، فراح يصعد منها. طيب وإذا ما صعد، إذا نزل أكثر راح ينزل على طول مستوى بالضبط 106.657. إذا وصل لمستوى هذا، تمام، فلابد إنه يعطينا سلبية عشان تكمل السلبية، وإذا ما أعطتني سلبية وأعطتني شمعة إيجابية فمعناته راح يصعد مرة أخرى من هذه المنطقة، لأنها نسبة تصحيح فيبوناتشي 0.50. حلو. طيب وإذا كان بينزل أكثر، ممكن ينزل 106.290، وإذا أعطاني شمعة إيجابية فراح يصعد بقوة. ركزوا على الكلمة اللي بيقولها، بقوة، لأن تصحيح ذهبي. تعرفوا شو تصحيح ذهبي؟ 0.61 تصحيح ذهبي في بوناتشي. حلو. زين، لو كسر هذا المستوى، لو كسر هذا المستوى وصار في عندي شمعة سلبية بهذا الشكل أسفل المستويات 106.200، شمعة حمراء بهذا الشكل، لا إله إلا الله، تمام، بهذا الشكل، إيش راح يصير؟ شمعة يومية أسفل مستويات 106.270، فمعناته هي كسرت الاتجاه اللي تكلمت عنه. هذا واحد، ركزوا، أنا تكلمت عن الاتجاه هذا أنه ممكن يصعد منه، وصعد، صعد، رغم أن أنا كنت منتظرة تكون في بيانات سلبية، وغير البيانات السلبية كانت عندي شمعة خارج البولينجر هي اللي ممكن تكون يعني تعطيني سلبية أكثر، ولكن السلبية وقفت عند مستويات مهمة وهي 104.730. هذا رقم وايد مهم نحطه في بالنا. إذا تم الكسر بهذا الشكل بشمعتين يوميتين ثنتين، فراح نشوف هبوط جدا قوي إخواني. فنحط السيناريو الإيجابي والسيناريو السلبي حسب البيانات الاقتصادية القادمة. شو البيانات الاقتصادية القادمة؟ هي اللي راح تعطيني النظرة القادمة، هل ممكن يصعد ويثبت فوق مستويات 108.700؟ وإذا صار هذا الشيء فراح نروح على طول صعود قوي، حطوا بالكم صعود قوي، ولكن كل صعود بهذا الشكل أو مسار صعودي بهذا الشكل لازم يصير فيه تصحيح. فعندك ثلاث مناطق تصحيح تكلمت عنهم. حلو الكلام، نعيد ونكرر. أول منطقة تصحيح تكلمت عنها 107 بالضبط، بالضبط 107، حط لون الأبيض عشان نقول لكم أماكن تصحيح. والتصحيح الثاني ممكن يكون عند مستوى بالضبط 106.630، والأخير أنا حط عليه أساسا، بس نحط زيادة عشان بي عندكم 106.300. هالخطوط البيض هذه الثلاثة إذا تم إغلاق شمعة إيجابية فاعتبروا أن الذهب راح ينزل والدولار راح يصعد، والعكس صحيح. إذا تم ثبات أسفل هالثلاث مستويات، الثلاث مستويات صار في ثبات سلبي أسفله، فراح نشوف صعود للذهب إخواني، تمام. هذا هو تحليل الدولار الأمريكي، وهذه نظرتنا للدولار الأمريكي، تمام. إما أنه يكون في عندي السيناريو الإيجابي من بعد التصحيحات هذه، أو ممكن أنه يصير في عندي سيناريو سلبي بثبات أسفل مستويات 106.270، وبعدها إذا تم كسر مستوى 104.630 فراح ينزل لمستويات 104 و103 اللي هو المستطيل الأحمر هذا اللي أنتم شايفينه، تمام. هذا هو الدولار الأمريكي ونظرتنا للدولار الأمريكي. نشوف مع بعض عوائد السندات الأمريكية الـ US10Y. طبعا السندات الأمريكية مثل ما تكلمت كان عندي سيناريو سلبي وإيجابي وتكلمت عنها الأسبوع اللي فات، وحاطين الخط واحترم الخط بالضبط ولم يغلق أسفل المستوى. فأنا قلت شغلة، قلت إذا تم الإغلاق أسفل هذا المستوى كنا هني، إحنا كنا هني بالضبط، أيوة، لا سوري، كنت هني 12 قبل فتحة السوق، فتح السوق أعطاني سلبية، دخلنا في شراء الذهب بسبب هبوط عوائد السندات. بعدين شنو صار؟ صار الصعود 4 أيام من بعد يوم الاثنين، 4 أيام على طول صعود فمستمر. هل ممكن يصحح؟ هو لابد انه يصحح، لابد انه يصحح هبوط، فممكن انه يهبط الى مستويات 2.800. فانا عندي رقم وايد مهم تكلمت عنه، 2.700 كعوائد سندات أمريكية، ان لم يتم كسره راح نشوف الدولار دائما بقوة 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 اخواني، تمام. فهذا خط الترند لازم ترسمونه، لازم تتابعونه، لازم ما تهملونه كعوائد سندات أمريكية. طبعا خط 2.700 هو وايد مهم، لا
لأن الثبات أسفله فراح يعطيني سلبية لعوائد السندات الأمريكية وسلبية للدولار الأمريكي. طبعا الشمعة اليومية إيجابية، الشمعة الأسبوعية أكيد إيجابية، ما راح نستبعد هذا الشيء تمام، ولكن يعني عقاتهم التركيز الأكبر على البيانات القادمة أخواني. البيانات القادمة هي اللي راح تغير الشموع، هي اللي راح تغير الاتجاه، فننتبه ونركز على عوائد السندات ولا نهملها، ونركز أيضا على DXY الدولار الأمريكي. هذا هو تحليل الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية. أسبوع ممكن يكون إيجابي وممكن يكون سلبي إذا تمت هناك بيانات اقتصادية سلبية على الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. بحمد الله عقد شراكة مع الشركة الألمانية GBE Brokers، من أفضل البروكرز اللي قاعد أتعامل معهم حاليا وأتداول وياهم. الشركة مرخصة من قبل هيئة الأوراق الألمانية بافن. ميزة ما نتجاوزها أن الشركة عندها تأمين خاص على المبالغ الخاصة للعملاء لحد 250,000 دولار، وهذه ميزة جدا جميلة. أكثر شيء يهمني أمانة أن الشركة تسمح للهج والسكالبينج، لأغلب الشركات تداول تمنع هذا الشيء. عندها منصتين MT4 و MT5، وعندها نوعين من الحساب متوفرين، يعني مو مضطر أنك تختار نوع حساب واحد. تتوفر عندهم أكثر من 500 منتج، من أهمها النفط الخام بعقد يبدأ من 1 برميل فقط. لاستفسارات أكثر تقدر تتواصل مع فريق الدعم أسفل في الرابط الوصف. وللعلم أي شخص يسجل تحت وكالتنا يحصل على ورشة إدارة رأس مال من المخاطر مجانا مع الأستاذة فاطمة العنزي، وخصم 30% على الدورات الخاصة لفريق FA جميعها، وخصم 25% على الاشتراكات لقنوات FA جميعها. تمنياتي لكم ولنا بالتوفيق، يا رب إن الله يكتب لنا الخير مع GBE، ونزدهر وتزدهرون معانا ونتداول بأمان وشفافية بإذن الله. نذهب مع بعض ونشوف هالشمعة الأسبوعية الابتلاعية، تعتبر لأسبوع جدا كان سيء رغم أنه كان بدايته جدا إيجابية، ولكن مثل ما قلنا لكم سابقا أن البيانات الاقتصادية هي سبب لهبوط الذهب بهذه القوة. مو بس هذا السبب، ولكن في عندي نقطة فنية بتكلم عنها حاليا ونركز مع بعض. احنا حاليا في وين يا فاطمة؟ احنا حاليا في اتجاه صاعد، للحين لم يتم كسره، ركزوا معي، لم يتم كسره، 1 2 3 وممكن قريب ها الرابع، يعني ممكن يختبر الرابعة. ففي اماكن لازم نحطها في ظننا، ولازم نحط امل في داخلنا ان اللي مشتري لا ييأس ابدا. حلو، دام ان انت عندك ادارة صحيحة، دام ان انت من الناس اللي مشتري سبائك، لا تحط في بالك انه خلاص طاح الذهب، لا، انت للحين في اتجاه صاعد، هذا رقم واحد. حلو حلو الكلام. انت للحين ما كسرت مستوى 1675، هذا الرقم بروحه يعتبر دعم قوي ودعم جدا مهم للذهب تمام. مثل ما تلاحظون ان هذا المستوى تكلمت عنه سابقا، عندك ارتكاز 1 2 3 4 وهذا الخامس، والخامس قلت انه لازم انه يصعد منه، وفعلا صعد منه، وهذا الهبوط اللي صار بسبب سلبية البيانات الاقتصادية الأمريكية، هذه 1 2 بسبب تصحيح، لازم ان كل صعود يصير فيه تصحيح، ولكن التصحيح كان وايد عميق، ما كان في بالنا انه يكون فيه تصحيح لهذه الدرجة تمام. ولكن هذا السوق لازم تحط كل الافتراضيات، ولازم تكون وايد منتبه في تداولاتك وإدارة محفظتك. حلو كلام. طبعا في عندنا 3 مستويات تاريخية لازم نتكلم عنها اسبوعيا، عندنا المستوى 1675 و1875 و2075. هذه 3 مستويات، يعني انت الحين حاليا في الزمن هذا، في الزمن الذهبي هذا، لما نتكلم عن ارقام الذهب الذهبية، هذه الارقام. حلو الكلام، انت راح تتداول في هذه الارقام يعني كسبائك. حلو الكلام، فانت راح تشتري دائما من 1675، واذا انت حاب انك ما يعني تبي تبيع وتستفيد، راح تبيع عند مستويات 1875، ولكن لا انصح في البيع، لان انت لو تكون انسان صبور من بعد 1875 ممكن يطلع لنا خبر ايجابي يفجر الى 2075، لان من بعد 2075 راح نشوف صعود جدا قوي اخواني، وهذا شيء لا نستبعده. حلو الكلام، خلاص خلصنا من اهل السبائك ونتكلم عن التداول. مثل ما تلاحظون حاليا احنا الشمعه مهمه، وتكلمت ان احنا في اتجاه هابط بفريم الديلي تمام. فريم الديلي شو يقول؟ يقول انه
لكل صعود هبوط ولكل هبوط صعود تصحيحي، نفس الشيء هبوط صعود. هذا الهبوط هل ممكن انه يصير بعده هبوط اقوى؟ لا، ركز معي على الاتجاه. حاليا احنا في عندنا شغلتين مهمات، حلو الكلام. احنا عندنا اتجاه الخط الازرق هذا لابد انه لم لا يتم كسره ابدا، وهو مستوى 1732 لازم ما يتم كسره، تمام؟ لان اذا تم كسره راح يختبر مستوى 1721، ومن 21 اذا تم الثبات اسفل مستويات 1721 راح تشوف نفسك عند منطقة الطلب المهمة 1675 اخواني، وهذه المنطقة لأهل السبائك، اللي بيشتري راح يروح يشتري، حلو الكلام. طبعا فاطمة يعني احنا في مستوى جدا مهم، بنتكلم فنيا حاليا وندش على الفريم اليومي. تكلمت الأسبوع اللي فات ويعني قلت أن في عندي منطقة 1808-1811، إذا لم يتم الثبات فوقها فممكن في احتمالية لهبوط جدا قوي، بسبب أن هذه المنطقة منطقة مهمة، منطقة عرض، نحتاج أخبار إيجابية للذهب وأخبار سلبية للدولار، ولكن اللي صار عكس هذا الشيء، تمام؟ عشان ندارك الهبوط هذا اللي صار وعشان ننقذ نفسنا، لازم نحط ببالنا أن لكل هبوط تصحيح ولكل صعود تصحيح. طيب خلينا نشوف مع بعض. لو ناخذ تصحيح فيبوناتشي، تمام، يعني من طبعا تصحيح فيبوناتشي عشان تعلم سوا مع بعض، لا تاخذونها من الذيول، اخذوها من الأجسام، من هذا الجسم تقريبا، من هذا الجسم الأزرق إلى نهاية الجسم الأحمر من بداية هبوطه، فراح تركزون مع بعض. خلينا نغير اللون عشان نحاول نفتح اللون يبين وياكم. راح نخلي اللون أصفر، حلو الكلام، أصفر بهذا الشكل. فركزوا معاي باللي أنا راح أقوله. راح نأخذ مسار وراح نقول وين ممكن إنه يصحح، تمام؟ في احتمالية إنه يصحح من مستويات 1761، عشان كذي وايد ناس دشت شراء، وإحنا من الناس اللي دخلنا شراء من هذه المناطق، تمام؟ ولكن تم كسر هذا المستوى بشمعة سلبية للأسف، وهذه الشمعة أساسا المفترض أن مع يعني فنيا أنها تكون شمعة يعني من جهة أخرى إيجابية، ولكن لم يتم تأكيدها، وتم تأكيدها بكسر مستوى وايد مهم وهو 1749، وتم الهبوط، تمام، والثبات أسفلها. ففي احتمالية هبوط، اي نعم في احتمالية هبوط، ولازم نحط في بالنا ان في عندنا مستوى مهم وهو مستوى 1737، تمام. 1737 ممكن انه يزورها، تمام، واذا تم اغلاق شمعة انعكاسية راح نشوف صعود قوي لل 1803، تمام. هذا هو السيناريو اللي انا اتوقعه شخصيا، انه ممكن يوصل ل 1737 اذا كان بيكمل، اذا كانوا بيكملون الدببة، حلو. إذا كان بتكمل السلبية وصعود الدولار الأمريكي بيكمل، فراح يزور الذهب 1737 بالضبط، وإذا سكر بشمعة إيجابية. يعني شنو شمعة إيجابية؟ برايس أكشن. شلون فاطمة؟ يعني مثل هذه الشمعة، تمام، لازم يكون بعدها شمعة إيجابية عشان تثبت لك إنه في صعود. ولكن إذا يطلق شمعة مثل كذي حمراء، فهذه حمراء معناته إنه في شكل الهبوط، ممكن يطلع لي خبر سلبي ويهبط، تمام. برايس اكشن مثل كذي، تمام. اختصار المواضيع، تكون في شمعة تكون ذيلها اسفل مستويات، يعني ذيلها يكون اسفل مستويات 1730، وجسمها يكون ثابت فوق 1737. فهذا معناته ان خلاص ان هذه المنطقة الذهبية اللي هي 1737 منطقة طلب مهمة كتصحيح، بعدها راح يصير صعود قوي اخواني، حلو الكلام. عشان كذي احنا في احتمالية لو سمح الله ضرب ستوب عند مستويات، احنا طبعا حاطين ستوبنا عند 1732، اذا تم ضرب الستوب لهذه المستويات، تمام، في احتمالية ان نحاول ننتظر اغلاق اليومي ونشوف بعدها ايش راح يصير، حلو الكلام. هل ممكن ندخل شراء عند مستويات 1721، تمام، ونعوض الصفقة اللي خسرت معانا وهي كانت من بعد ما ظهر الخبر، تمام، أو ممكن نكمل ونسكر عند مستويات 1770 وننتظر أيضا إغلاقات أخرى.
هذا كله مبني حسب الشموع، حسب البيانات اللي راح تصير، حسب الأخبار الخارجية الجيوسياسية يا أخواني. حلو الكلام. فعشان كذا نحط في بالنا أنه ممكن وفي احتمالية أنه يرد يكمل عند 1737، لأنه مستوى مهم، مستوى يعتبر مستوى طلب، مستوى طلب. هذا هو حطيته لكم بالأصفر، تمام؟ لأن لو حاول بيكمل بيكمل هنا بعدين يصعد بقوة، بشرط إغلاق شمعة إيجابية، أو ممكن في احتمالية أنه يسكر بشمعة إيجابية عند مستوى 1748. 1748 إذا سكر بإيجابية شمعة إيجابية، يعني سكر شمعة إيجابية فوق مستوى 1749، وسكر يعني فوق 1761، فممكن أنه راح يكمل صعود ولا راح يزور 1737. هذا احتمالية. طيب فاطمة، هل ممكن انه ينزل اكثر؟ ممكن ينزل اذا كانت كل البيانات مع الدولار الامريكي. هذا احتمالية 100%. عشان كذي اذا انت حاطة في بالك انك انت يعني تبي تدير محفظتك بشكل صحيح، حاول تباعد الستوب كثر ما تقدر، بس بشرط ان تكون ادارتك صحيحة وان ستوبك قادر على تحمل النقاط اللي راح تصير، لانه ممكن في احتمالية انه يرتد ارتداد قوي جدا. شوفوا ركزوا على الكلام اللي بقوله، من مستوى 1712. اي ممكن اذا بنتكلم اذا تعدى تصحيف البوناتشي ك 1737، ممكن انه شنو يصحح ل 1712. ليش 12؟ لان 12 ايجابي بقوه، يعني رقم ايجابي بقوه، تمام؟ يعني من بعد 1680 اكيد 1712 هو مستوى وايد وايد قوي، وبعدها ممكن يصعد ل 1800، تمام اخواني؟ ففيبوناتشي 1737 نقطة مهمة ممكن يرتد منها، وبالعكس ممكن يرتد من 1747 إذا سكر بإيجابية. هذا هو تحليل الذهب بشكل يومي، نشوف الأربع ساعات مع بعض. أربع ساعات مع بعض لو نلاحظ أن في سلبية مستمرة لا ننكر هذا الشيء، وفي احتمالية أن ينزل، يا يعني أنه يرتد مثل ما قلت لكم من 1737، يا يعني أنه يكمل لمستويات 1712. هذه منطقتين وايد مهمات. حاول أنه لا بيكمل بإيجابية، فالمفترض أنه يثبت فوق 47. ما ثبت فوق 47 و63 بالضبط، ففي احتمالية للهبوط أكثر وأكثر أخواني، فننتبه الله يرضى عليكم، تمام؟ هذا هو تحليل الذهب، هذه رؤيتنا للذهب. ما نقدر نقول لكم انه والله بيكمل بإيجابية قوية الا بشروط، وهي الشروط كالتالي: الثبات فوق 1747، ما ثبت فوقها بشمعة إيجابية، ما عطاني إغلاقات إيجابية، فللأسف راح يكمل الى مستويات 1721 وممكن 1712. هل الرقمين نحفظهم؟ بارك الله فيكم. هذا هو تحليل الذهب، هذه رؤيتنا للذهب إلى الآن. لو نتكلم ك ك ك كأخبار كجيوسياسيا، في افتراضية إنه يصير في صعود قوي إذا اجتماع جاكسون هول كان ضد الفيدرالي، وإذا كان كل البيانات اللي قبل الندوة تكون كلها إيجابية للذهب وسلبية للدولار، فممكن نشوف صعود جدا قوي. والعكس صحيح، ممكن يكون في تخوف للمستثمرين، تخوف للمستثمرين من يوم الخميس والجمعة والسبت، وممكن تصير في عندي عمليات شراء للذهب والله أعلم. والعكس صحيح، ممكن تكون في تخوف آخر، ممكن بدل ما يفكرون في الشراء ممكن يفكرون في البيع أكثر، فننتبه الله يرضى عليكم. إغلاقات الفنية مهمة، المتابعات الخارجية بمعنى أن الأخبار جيوسياسية مهمة. نقول لكم سريعا شنو كانت آخر الأخبار. كانت آخر الأخبار هو مقتل، أظن كان في عندنا مقتل لشخصية مهمة لبوتن. شنو هي يا ربي؟ كانت مقتل، انفجار سيارة أو موكب، تمام، لشخصية مهمة لرئيس روسيا. هذا واحد. الخبر الثاني كان سحب جميع أموال روسيا من جميع البنوك العالمية، من ضمنهم النفط والذهب. هذه الأمور اللي ممكن تصعد الذهب. أما لما نتكلم عن الصين وتايوان وأمريكا، الأمور جدا باردة، ما عطتنا الأحداث الصعود، فنحاول نتغاضاها لين نشوف إذا كان في أمور جدية جدا راح نتكلم عنها في قناة FAVIB. هذا هو تحليل الذهب، أتمنى أنه كان سهل، وتمنياتي لكم بالتوفيق.